اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر مباشره من مدينه الدار البيضاء. كما كتشوفوا حنا متواجدين حاليا منطقه كراج علال. كاين هنا واحد الرواج اللي كبير تجاري والطريق طبيعة الحال تقريبا يعني مبلوكيا. كما كتشوفوا معنا كاين واحد اختناق مروري كبير بحكم انه هنايا في هذه المنطقه يعني الشارع الرئيسي الكراج علال هو هذا. طبعا كل شيء كيدوز من هنايا، الطريق مبلوكيا، الرواج التجاري اكيد طبيعة الحال مجاري ملي حتى هو كيخلي الطريق كتزيد مضيقة. الاشغال ديال الترام حتى هي اللي كتخلي الطريق يعني مازالت ضياق. فكدائما كي هاد المنطقة هنايا كراج علال بالضبط هنايا في هاد الشارع الرئيسي كيخلق واحد المشكل اللي هو كبير، كيكون الازدحام كبير، كيكون الطريق مبلوكيا، الرواج ملي كيكون رواج طبيعة الحال راه كيزيد حتى هو كيساهم في البلوكاج ديال الطريق. كما كتشاهدوا معنا المشاهدين الكرام هنا الطريقان طريق رئيسية يعني شبه مبلوكيا ومبلوكيا. واضح كلشي كيكلاكسوني في هاد اللحظة هادي، كلشي يعني كي مفهمش علاش كيكلاكسونيو. راه لا حول ولا قوة الا بالله، كاين شي ناس غير اللي كيبقاو كيكلاكسونيو بالنهار كيكلاكسونيو بالليل ما كيعرفوش كاع اللي هذاك الله يحسن عوان كاع الساكنة اللي كتكون في يعني بحال هاد المناطق هذا. انا كارج على اللي كيكون هاد الرواج الكبير راه الله يحسن عوانهم، راه الانسان يعني ما كينعس ما حتى شي حاجة. اللي كان مريض راه حتى اللي مريض راه ما يتصنط العظام ولا حتى شي حاجة بكثرة هاد الكلاكسون هاد الروينة اللي هنايا. حتى الاشغال زاد هو ساهم في هاد المشاكل ديال البلوكاج ديال الطريق. طبعا حنا كنشوفو الاشغال ديال الترامواي اللي مازال كاع مبغاش تسالى، سواء في كراج علال ولا سواء يعني بلايص اخرى. في كراج علال انا ديال الترامواي راه سنين سنين، ومع الاسف مازال كاين الاشغال اللي مبغاش كاع تسالى هنايا في كراج علال مع الاسف. كما كتشوفو راه كاين البلوكاج ديال الطريق من جوج وايه، سواء من الطريق اللي كتدي او من الطريق اللي كتجيب. خصوصا في منطقة اللي بحال كراج علال اللي كيكون واحد الرواج يعني تجاري كيكون كبير. انتما من المنطقة ديالي اللي هضر كان يعني تجارة من تما. كما كتشوفوا معنا كراج علال واحد المنطقه اللي ما كتهداش من الغادي والجاي، لانه كما كتشوفوا راه كراج علال خصوصا يعني من غير يعني الرواج التجاري ولا يعني المحل التجاري كاين في كراج علال، كذلك حتى الشارع الرئيسي او المكان اللي فيه كراج علال هو في واحد المكان اللي في مركز المدينه كما يقولوا السونتر فيل، قريب من السونتر فيل ديال مدينه الدار البيضاء. وهذا الشارع هو شارع رئيسي جدا كيمتد من المدينه القديمه حتى يعني من درب عمار حتى لعين الشوق. فهادو كاملين عند احياء اللي هي مهمه هنا في مدينه الدار البيضاء، لذلك كاين الغادي والجاي بزاف. مشاهدينا الكرام وصلنا لنهايه هذا البث المباشر، نقول لكم تبقوا على خير على امل، التقي بكم في بث اخر بحول الله، الى اللقاء.